هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ12 الأهلي والنجوم. يلا يلا نشوف الجرافيكس مع بعض. الأهلي والنجوم إن شاء الله في السابعة مساء بعد قليل. ده جدول ترتيب الدوري المصري إلى الآن. طبعا لسه الأهلي عنده مؤجلات كبيرة جدا. الزمالك في المركز الأول لعب 14 مباراة برصيد 35 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني 29 نقطة، المقاصة في المركز الثالث 26 نقطة، والإنتاج في المركز الرابع، والمقاولون في المركز الخامس، سموحة في المركز السادس، وطلائع الجيش في المركز السابع، والأهلي في المركز الثامن برصيد 20 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة، والاتحاد السكندري 4 مباريات عشان يوصل نادي الزمالك في المركز الأول. يعني الاتحاد في المركز التاسع، حرس الحدود في المركز العاشر، والداخلية في المركز الـ11، المصري في المركز الـ12، والنجوم في المركز الـ13. لاعبين النادي الأهلي النهاردة عندها 17 نقطة، دجلة في المركز الـ14 16 نقطة، والجونة 15 مركز الـ15 16 نقطة أيضا، إمبي في المركز الـ16 15 نقطة، وبتروجيت في المركز الـ17، والإسماعيلي في المركز الـ18 برصيد 13 نقطة. هدافين الدوري شملس دي محمود علاء من الزمالك 8 أهداف، حسام سلامة من الداخلية 8 أهداف، وأحمد علي من العرب 7 أهداف، ومحمود كهربا من الزمالك 7 أهداف. حسام بقول له يعني يا جماعة أكيد حسام سلامة ده اسم غريب علينا شوية. يوسف أوباما من الزمالك 6 أهداف، شملس بيكلي من بتروجيت 7 أهداف، وجون أنتوي من مصر المقاصة 6 أهداف، وإبراهيم ناداي وادي دجلة 6 أهداف، محمد رجب من إنتاج الحرب 6 أهداف، وماركوس كينو بيراميدز 6 أهداف. دي مشوار الأهلي في بطولة الدوري أمام حضراتكم. الأهلي والإسماعيلي كان 1-1، المصري والأهلي 2 للأهلي، الأهلي ودجلة 1-0، حرس الحدود الأهلي 2-0 الأهلي، والإنتاج الحربي 0-0. كانت أول خسارة أمام نادي الاتحاد 4-3، والأهلي والمقاولون العرب تاني خسارة من المقاولون العرب 1-0 الأهلي، وبتروجيت 1-0 النادي الأهلي. الأهلي والجونة 2-1، والأهلي وطلائع الجيش 2-0. ده مشوار النجوم في الدوري. النجوم وطلائع الجيش 0-0، سموحة والنجوم 0-0، النجوم والمقاولون العرب خسارة 2-0، الزمالك والنجوم 1-0 النجوم، والنجوم والإسماعيلي 0-0. والمصري والنجوم خسارة أخرى للنجوم 5-3، والنجوم ودجلة خسارة أخرى أيضا 1-1 لا شيء النجوم، وحرس الحدود والنجوم خسارة أيضا هدف لا شيء، النجوم والإنتاج خسارة أمام الإنتاج بهدف لا شيء، والنجوم والداخلية مكسب جديد للنجوم 2-2. والنجوم والجونة 0-0، النجوم بتروجيت 3-2 للنجوم، اتحاد السكندري والنجوم 2-0. كانت طفرة عملها النجوم ورجع تاني أمام مصر المقاصة بيخسر بهدفين مقابل لا شيء، وخسر أمام بيراميدز أيضا بهدفين مقابل لا شيء. إمبي والنجوم، ودي كانت آخر مباراة أعتقد، 1-1. جدول ترتيب الفريقين، الأهلي لاعب 10 مباريات في المركز الثامن، 6 فوز 2 تعادل 2 هزيمة، 7 أهداف و20 نقطة. النجوم في المركز الثالث 16 مباراة عفوا فوز 4 تعادل 5 هزيمة، 7 عليه 6 أهداف ونقاط 17 هدف. دي كانت احصائيات امام حضراتكم، ولو في احصائيات تانية يا سمير جهزها لنا يلا، لكن المباراه اعتقد يلا نرجع تاني نشوف احصائيات توقيت اهداف الاهلي في الدوري من الدقيقه 1 من اول دقيقه ال 15 دقيقه هدفين، وقع هدفين من الدقيقه 16 لدقيقه 35 ايضا وقع هدفين، من الدقيقه 35 ل 45 مواقع هدف، من الدقيقه 46 ل 60 لم يسجل الاهلي.
جديدة دي، ومن الدقيقة 61 إلى 75 خمس أهداف. أعتقد أن ده أعلى معدل تهديفي للنادي الأهلي هذا الموسم، من الدقيقة 61 للدقيقة 75، ومن الدقيقة 75 للدقيقة 90 هدفين و بلس 90 المشهور بها النادي الأهلي جدا هدفين. دي كانت أهم الإحصائيات اللي عرضناها على حضراتكم. يعني في إحصائيات تاني؟ يلا ماشي ماشي. الفريق الإعداد بتاعنا ما شاء الله، ده توقيت أهداف النجوم في الدوري العام من الدقيقة الأولى للدقيقة 15 هدف، من الدقيقة 16 للدقيقة 30 هدف، ومن الدقيقة 31 للدقيقة 45 هدف، ومن الدقيقة 46 للدقيقة 60 هدفين، ومن الدقيقة 61 ل 75 أربع أهداف برضه نفس فترة الأهلي، لكن الأهلي خمس أهداف، من الدقيقة 75 ل 90 أربع أهداف. يعني عندهم معدل تهديفي عالي في الدقائق الأخيرة من المباريات يا محمد يا يوسف. نشوف الحكام، حكام مباراة اليوم، الحكم الدولي محمود عاشور حكم الساحة، يعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي وعمر جلال حكما رابعا، محمد صابر وابراهيم محجوب حكما او حكام اضافيين. دي كانت اهم احصائياتنا اللي فريق الاعداد حضرها لنا، شكرا جدا. نروح بقى الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام للكلام عن هذه المباراه او الحديث الفني عن هذه المباراه، مباراه الاهلي والنجوم، محمد يوسف واحمد سامي. نستقبل ضيوف الكرام الكابتن الكبير ابراهيم عبد الصمد والكابتن الكبير محمد حشيش والنجم احمد بلال. استنونا بعد هذا الفاصل.